And a bus on the ninth floor, another one hit on some kind of a roof around. والله حقيقة احنا كنا قاعدين جالسين احنا واصدقائنا الموظفين داخل الصالة ما نسمع الا صوت قوي انضرب الفندق، طلعنا خذينا فرع على النزلاء يعني شفنا نطمن سلامتهم وسلامة النزلاء عندنا واحنا ناس يعني عمال ماكو شيء يعني ليش وش ينضرب الفندق؟ زين خذينا فرع شفنا الجام متكسر وتفقدنا جماعتنا واصدقائنا بالفندق والحمد لله ماكو شيء الحمد لله ماكو شيء لا ماكو كل جرحى ان شاء الله لانه تفقدنا ربعنا وشفناهم ولا تقريبا بالخمسه اللي صعدنا فوق بسطح لقينا الضربه وجام تهدم وتالمنا بشكر والله الناس عمال احنا يعني شيء بسيط مثل ما يقول